ولا كأنكم عملتوا حاجة، ومش حاسين ان بابا انا مش لاقياه من الصبح، ولا حتى بتحاولوا تدوروا عليه. ايه مفيش اي احساس؟ طب ممكن بعد اذنك تهدي شوية؟ مين حضرتك اصلا ومين الناس دي؟ انا عايز اعرف دلوقتي حالا بابا فين. بابا انت كنت فين؟ استنى فين فين، خليكوا قاعدين، انا جاي اخد حاجات شخصية وماشي على طول. ايه يا بابا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ اللي سمعتيه يا حبيبتي. يا بابا المكان ده مش بتاع اي حد غيرك. مفيش حد من اللي موجودين هنا عايزني. ما تقلقوش انا مش هطول، انا جيت عشان اخلص المشكلة اللي بيننا، عشان ما تقولوش بابا وقف في سكتنا. يا بابا مش حضرتك تسألني الاول ايه اللي حصل؟ مش عاوز اعرف حاجة. يا بابا يا بابا وحياتي حضرتك ما ينفعش تمشي من هنا. يا بابا محدش يخرجك من مكتبك ابدا. انا عارف ان محدش يقدر يخرجني، عشان كده هخرج بنفسي. انا ماشي وسايبها لكم خضاره زي ما بيقولوا، هيك بس تعرفوا تحافظوا عليها. ريحه يا بابا. ريحه بابا مش هينفع كده على فكره، سيبيه دلوقتي لوحده، صدمه كبيره عليه. لا لا يا ماجد، ده الموقف حصل وخلاص، واحنا لازم نلم روحنا، وبعدين الايام اللي جايه عندكم مسؤوليات كبيره. مش عارف اعمل ايه، بابا نكد علينا. الحاج بس طريقته صعبه شويه، بس هو راجل قوي وبيعرف يتعامل مع الازمات ازاي، وانتوا لازم تبقوا زيه. مش سهل علينا يا رفعت بيه ان احنا نقعد نشتغل كده عادي، واحنا حاسين ان احنا مزعلين ابونا. تصدقوا بقى انتوا مش غلطانين، الحاج بس اللي بيبالغ شويه، وبعدين اي اب في الدنيا بيبقى ليه طمع شويه في ولاده، ولو ولاده دول احسن ناس في الدنيا برضه مش هيعجبوه، وده الطبيعي. يعني بابا مش زعلان مننا؟ يا ماجد اللي مزعل بابا اننا ما عملنالوش التوكيل. هو الحق زعل، وبعدين اللي طلبه الحاج لا منطقي ولا قانوني. مش منطقي ولا قانوني طبعا، اصله مش معقول صاحب النسبه الاقل في الشركه يبقى هو رئيس مجلس الاداره. من بابا زعلان ليه بقى؟ مالك يا حبيبتي؟ مفيش. اكيد زعلانه من العكنانه اللي احنا فيها دي، وهي لسه عروسه جديده. يا ماجد انا ما يفرقش عندي الكلام في تفاصيل الجواز، ما يفرقش عندي اي حاجه، المهم تصلحوا علاقتكم بالحاج. علاقتنا بالحاج دي هتاخد وقت عشان تتصلح. بقول لك يا عم ثابت، تاخد المدام وما تورينيش وشك الا بعد شهر العسل. معقوله يا ماجد؟ يا عم معقوله ونص، يلا خدها بقى وما تعكننش عليها، ما تضيعش فرحتك. تعال. مبروك يا حبيبي. انا متشكره قوي يا ماجد. العفو على ايه، مبروك عروسه. الله يبارك فيك. يلا وحش. يا رجلي واقف لي ساعتين في الطابور، محدش عنده رحمه. سلامتك يا حاج. الله يسلمك يا بنت. تشتكي من حاجة؟ ركبي، ركبي يا بنت مبهدلاني. طب ما كشفتش عظام؟ كشفت يا بنتي، والدكتور كتب لي على دهان، واديني واقف في الطابور بقالي ساعتين لما اصرفه. طب هات روشتة الرسول. رجلي أيضا نار يا بنت. تعالى استريح، تعالى معايا. ربنا يريح قلبك. سلامتك. ألف سلامة عليك. الله يسلمك.
هتقعد تستريح وانا هجيب لك الدواء لغايه عندك. ربنا يخليك ويعزك يا بنت. الله يخليك. تعالى اقعد. من امثالك. على رحلك. اتفضل. اقعد استريح. ربنا يريح قلبك يا بنتي. تعالي يا انسه. ايوه. الروشته دي تصرفيها وتديها للحاج ده. اوعى تتلخبطي تديها لحد تاني. حاضر يا فندم. بعدين الناس الكبار اللي واقفين في الطابور دول ما ينفعش، مش قادرين يقفوا تعبانين، لازم يبقى في رحمه بالناس. قسم العظام تقول لهم ان كل الناس الكبار اللي بيكشفوا بعد ما يخلصوا كشف يقعدوا يستريحوا في استراحه المرضى، وتيجي ممرضه تجمع كل الروشتات وتصرفها وتوديها لغايه عندهم. حاضر يا فندم. كلامي مفهوم؟ مفهوم. وانا هطلع تعليمات لكل الاقسام بكلامي. اتفضل. ايوه يا بابا. في ايه يا بابا مالك؟ طب اتكلم بالراحة، انا مش فاهمة انت بتقول ايه؟ ماله الحكي يا بابا، في ايه؟ زي ما توقعت يا بنتي، ولاده ما طلعوش جدعان معاه، والراجل نزل من المجموعه على ملا وشه، تلاقيه جاي في السكه دلوقتي، هيروح فين يعني غير على هنا؟ طيب يا بابا لما انت عارف كده ليه بتخدني عليه؟ ده انت قلقتني قوي. معلش يا بنتي، ما كنتش لاقي حد غيرك اتكلم معاه، اخوك مشغول طول الوقت وتقريبا مش موجود في البيت، يعني هقعد اكلم نفسي؟ معلش. لا يا حبيبي ولا يهمك، انا بس قلقت عليه، زمانه جاي، اطمن. قلبك فيه الخير يا بنتي، اهو انت كده ريحتيني. ربنا يسوقك. طيب بصي، اول ما يجي كلمه منك على كلمه مني نهديه على قد ما نقدر، خصوصا انك انت كلامك حلو وتقدري تاثري عليه. حاضر يا بابا، من عيوني الاثنين. طمني عليها. وديتها الفيلا، قاعده مستنيه هناك، وسلوى قاعده معاها. هديت شويه؟ لا طبعا، اكيد احسن شويه، بس انا قلت اجي عشان نشوف هنتصرف ازاي. هايل يا سمير بيه. وانت ايه رايك يا سمير؟ شايف مين ممكن يكون مكان بابا في الاداره؟ انت متاكد الاول ان الحاج مش ممكن يرجع كمان كام يوم؟ فيها سمير، المؤسسه كبيره مش هزار، كتر التردد فيها وقعها، وبابا قرر ان هو يمشي. يعني ايه؟ يعني بابا مش هيرجع غير لما نقعد نطبطب ونحايل. وانت مش ناوي تعمل كده؟ لا طبعا، انا مش حاسس ان انا اجرمت. بابا يا سمير طول عمره بيعاملنا ان احنا اطفال، ولازم يفهم اللي هو بيعاملنا غلط، واننا كبرنا واتفطمنا، وان احنا ممكن نبقى زيه. ساعتها بس هينسى كل حاجه، وهينسى كل المشاكل دي، لان اصل المشكله ان هو مش عايز يمسكنا المجموعه عشان ما نضيعهاش. بس انا واثق ان مديحه هتحايل وهتطبطب وهتعمل كل اللي انت قلت عليه واكتر كمان. مش هتاثر فيه، هي مش سبب المشكله، المشكله انا وثابت. طب وانت ضامن ان ثابت مش ممكن يعمل كده؟ ثابت اصلا مش فاضلنا، وده الموضوع اللي انا كنت عايز اكلمكم فيه. اي مسؤوليه هنحطها على ثابت هتتلخبط.